هتكلم اتكلم يا عم. انا هاي انت السلام عليكم. مساء الخير. مساء الخير. ربنا كده فين؟ انت دارس بدل اللي في العالم. ما كم ما خلعتك بعدين في الكمبيوتر ده قاعد ايه؟ بس شفت الفيديو ده ظهر لو كان انا برامج بتاعتك قاعدة عندي. انا والله وريتك كانت جديدة يا زلمة. برامج بتاعتك قاعدة عندك ولا حقتك قاعدة؟ بتاعتي بتاعت الفيديو اهي بتاعتي. وكانت قاعدة هنا وريتك. ده شنو يعني؟ انت اللي تشتغل مش بتشتغل به؟ انا ده فقط طيبه وبس طبعا، لكن الكنتة ما في وما بيعمل حاجة يعني. انت فقط طيبه وتظبط الساوند بتاعه. فين العصب؟ ظاهر ظاهر عين. ده كله جيم واحد يا اخوان. شايف 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 شايف؟ عصب يعني. ويا اوزن ورش طوالي ده. عاوز انت بالكليك اليمين يا احمد. لا السكين. السكين. السكين هذا المطلق. اخيرا اربعة. استنى ما تفكر يا امور يا اسطى. قرنين 12. يا اجي دقيقة. شاف شعاع عين عين شوف شوف. اصور لكم شاشة احمد وبكر بس يا اخوان. حسنا انا ضربته الاخيره كلها مد. انا دي الحاله بتاعت اللي مش بتاعت احمد طبعا يا اخوانا. الان مع العصب جاري تحت انا بالكاميرا شايفه وصل. الله